يوزعوا النظارات. حاضر. هي اليوم فرصه. طبعا اولا نشكر السيد رئيس الحزب اللي تاح الفرصه للمراه التجمعيه من اجل الالتقاء بهذا الملتقى الثاني في صيغته الثانيه للنساء التجمعيات. طبعا تشكرت ايضا السيد الرئيس على القيمه اللي عطاها للمراه داخل الحزب وعلى يعني لي بوست دو ريسبونسابيلتي ايضا اللي تاحهم اليوم للمراه التجمعيه. طبعا هذه ثقه اللي توضعت على عاتق المراه المغربيه اولا والمراه التجمعيه ثانيا. اليوم هذا المنتدى غادي يعطي فرصه للنساء للتعبير على واحد مجموعه ديال القضايا في مجموعه الورشات التي سوف يتم التداول فيها اليوم. طبعا بمجموعه من الاقتراحات اللي لازم نخرجوا بها. اليوم المراه لها حقوق وايضا لها واجبات في ظل مدونه الاسره. سمعتوا الرئيس طبعا يتكلم عن الدفتر الابيض اللي اليوم طبعا خص يخرجوا بتوصيات مهمه وماشي غير اليوم، يعني هناك ورشات اخرى سوف يقوم بها الحزب من اجل هذا الموضوع بالذات ديال يعني مدونه الاسره. اليوم هو فرصه من اجل النهوض بالحياه اليوميه للمراه التجمعيه. الى بغيت نتكلم على جماعه الدار البيضاء، اليوم عندنا برامج مهمه للمراه داخل مدينه الدار البيضاء. المراه اليوم هي طبعا عمود ونصف المجتمع. المراه عندها الدور في التنميه الاقتصاديه للبلد. كاين برامج تصب في هذا الاتجاه اليوم داخل الجماعه. اننا قمنا بترميم وفتح بعض الحاضنات من اجل اننا النساء يخليو وليداتهم ويمشيو ويشتغلوا، اعطيناهم فرصه طبعا من اجل التنميه الاقتصاديه للمدينه. هناك برنامج ديال اعاده الاضاءه للجل ومعظم احياء مدينه الدار البيضاء من اجل باش المراه تلقى يعني واحد الشكل ديال لا سيكوريتي وانها يمكن لها تجول بمدينه الدار البيضاء بكل تلقائيه. عندنا برنامج ديال تاهيل المساحات الخضراء والزياده في المساحات الخضراء ايضا من اجل المراه ومن اجل انها تنفس على نفسها وتنفس على وليداتها. فما يمكنش يعني المراه اليوم على راس جماعه الدار البيضاء وما تكونش التفاته للمراه. فاللي يمكن لي نقول اليوم وهو اننا نطلب من المراه المغربيه طبعا انها تلتزم بالواجبات اللي عليها وايضا تناشد وتطالب بالحقوق ديالها في ظل احترام الرجل اللي هو كيتعتبر نصف المجتمع. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.